نجمات خطفهن الزواج من الفن تعرف عليهن. يتفاجأ الجمهور من حين لآخر بغياب إحدى النجمات من الوسط الفني أو إعلان اعتزالها الفن لأسباب مختلفة، يظل الزواج أبرزها. منهن من تعود مرة أخرى، ومنهن من تظل مختفية عن الأنظار، وأخريات يعتزلن التمثيل إلا إنهن تحافظان على اتصالهن بالجمهور من خلال السوشيال ميديا. فيما يلي نستعرض أبرز النجمات التي اختطفهن الزواج من الفن. الفنانة كندا علوش. تزوجت الفنانة كندا علوش من الفنان المصري عمرو يوسف عام 2017، وابتعدت عن الساحة الفنية منذ ذلك الحين. الفنانة عزيزة جلال اعتزلت المطربة المغربية الغناء بعد رحلة فنية قصيرة لزواجها من رجل الأعمال السعودي. الفنانة يارا نعوم هي ملكة جمال مصر التي ارتبطت بعماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق، وقررت الابتعاد عن الساحة الفنية بعد مشاركتها في فيلم وحيد وهو حين ميسرة. الفنانة نارمين تزوجت الفنان رامي جمال، واتفق أن تبتعد عن الغناء وتتفرغ لحياتها الزوجية. الفنانة جيهان نصر نجمة التسعينيات التي تزوجت من رجل الأعمال سعود الشربتلي، واعتزلت في قمة مجدها، وظهرت مؤخرا على السوشيال ميديا بصحبة أولادها. الفنانة بسمة بوصايل المغربية نجمة ستار أكاديمي تزوجت من الفنان المصري تامر حسني، وابتعدت عن الوسط الفني إلا إنها تفرغت للعمل الخاص وأسست خط مستحضرات تجميل خاص بها. الفنانة بسمة التي اختطفها الزواج من الفن ثم عادت مؤخرا للتمثيل. الفنانة حلا شيحة اعتزلت الفن وتزوجت من رجل أعمال كندية وارتدت الحجاب، إلا إنها عادت للتمثيل مرة أخرى وخلعت الحجاب. الفنانة ريهام أيمن تزوجت من الفنان شريف رمزي وتفرغت لحياتها الزوجية والأسرية ورزق بطفلين.